الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا الباب، باب فضل قيام الليل، هو باب في الحقيقة باب عظيم، لما في قيام الليل من فضل كبير وقدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقيام الليل من العبادات الخفية التي يستحضر فيها المرء لذة العبادة ولذة الطاعة. كل العبادات لها حلاوة ولها لذة، ولكن ليس كلذة قيام الليل ومناجاة الله سبحانه وتعالى عند نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير. ولذلك المرء يجد نفسه خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى إن قام لله عز وجل في آخر الليل يصلي له ويدعوه ويلتجئ إليه. ولذلك كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم حريصا شديدا على قيام الليل، وكانوا إذا تكلموا عن اللذات تكلموا عن قيام الليل، كما جاء عن ابن المكدر رحمه الله رضي عنه أنه قال: لم يبقى من لذات الدنيا إلا ثلاث: لقاء الإخوان وقيام الليل والصلاة في جماعة. فكانت لذاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عندما تكلم عن ملذات الدنيا تكلم عن قيام الليل، لأنهم جربوا وعرفوا. ولذلك على المسلم أن يحرص أن يكون له ورد من الليل ولو كان قليلا، لو يناجي الله عز وجل بركعة، لو يجعل وتره آخر الليل وترا يناجي به الله سبحانه وتعالى، فلو صلى أول الركعات في أول الليل وجعله ركعة في آخر الليل يناجي بها الله سبحانه وتعالى لكان ذلك خيرا عظيما. فهو وقت إجابة الدعوات وإقالة العثرات وسكب العبرات. فقيام الليل له لذة لا يعرفها إلا من جربها. والمسلم قد يعاني في أول الطاعة، ولكن إن جاهد وفقه الله. لذلك جاء عن غير واحد من السلف أنه قال: كابدت نفسي في قيام الليل فتلذذت بعد ذلك، كما جاء عن ثابت البناني رحمه الله رضي عنه أنه قال: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة، 20 سنة مجاهدة ومكابدة، نفسه تدفعه للنوم وهو يجاهدها للصلاة، يكابد ويجاهد مدافعة ومرابطة. قال: جاهدت وكابدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، ما هو بيوم ولا يومين. إن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عبده هل هو صادق أو غير صادق. قال: وتلذذت بعد ذلك 20 سنة، 20 سنة يكابد و20 سنة يستلذ لذة. وأن تنظر مجموع هذه المكابدة وما هذه اللذة 40 سنة، يعني لا يوم ولا يومين وهي يصلي الليل. ولذلك كما ذكرنا المسلم عليه أن يجعل له حظا ولو يسيرا من قيام الليل في آخر الليل. وفضل قيام الليل كثير جدا من الأحاديث والآيات والأثار، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من ذلك. فقال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الآية أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، ولذلك قال العلماء صلاة الليل في حق الرسول واجبة، وذلك لأن بسبب قيام الليل، بسبب قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل يتحمل ثقل الوحي، ومن أجل قيامه في الليل يكون له المقام المحمود يوم القيامة. فكان قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، وفي حق الأمة سنة متأكدة. هنا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واجبة عليك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله في القرآن واجبة، أي ستقع. ومن المخلوقين للترجي والتمني، لكن إذا جاءت في القرآن فهي واجبة، أي أنها ستقع. ولذلك نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود الرفيع يوم القيامة. ومن المقام المحمود الشفاعة العظمى، عندما يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، ويقفون على أقدامهم مقدار 50,000 سنة من غير شراب ولا طعام، فيصعب عليهم المقام والموقف، فيذهبون إلى النبي تلو النبي، وكل الأنبياء يعتذرون، يذكرون ذنوبا ويقولون اذهب إلى غيري، نفسي نفسي، حتى يصلون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ثم يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبون له فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد عند العرش صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له في الشفاعة. فعندما يؤذن له في الشفاعة يحمده الخلائق كلهم، فهو المقام المحمود، يحمده الأنبياء والرسل والمؤمنون والكافرون، الكل يحمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام. فيأتي الرب جل جلاله بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل بين الناس في القضاء. فانظر إلى هذا الرابط العظيم بين قيام الليل وبين المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم عون على التكاليف، وعون على ما سيكون له يوم القيامة، على تكاليف الدنيا وعلى يوم القيامة. ولذلك استنبط أهل العلم أن من كان يعني حريصا على قيام الليل ومواظبا عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعينه في بقية الطاعات والعبادات، بل وحتى يعينه على أمور الدنيا. وقال سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأهل الإيمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقت الراحة والدعة والسكون وحب النوم والراحة، هنا المغالبة وهنا لذة الإيمان. لماذا قيام الليل في لذة؟ لأنك تترك جميع الملذات وجميع الدعة والسكون التي تميل إليها النفوس لله سبحانه وتعالى في موقف لا يراك إلا الله. فلذلك كانت لذة العبادة والطاعة في قيام الليل أعظم من غيرها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون من منامهم يدعون ربهم في هذه اللحظات في قيام الليل خوفا وطمعا، خوفا من العذاب وطمعا في الثواب. ومما رزقناهم ينفقون فما هو جزاؤهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا العبادة عن الناس فأخفى الله ثوابهم وأجرهم لعظمه عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهذه جاءت في صفات أهل الجنة من المحسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أول صفاتهم يعني قليل نومهم في الليل فيقومون أكثر الليل، كما قال سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار الآية. فكانوا يقومون أغلب الليل، ونحن نقول إذا لم تصل إلى هذه المرحلة أنك تقوم أغلب الليل فقم من الليل ولو شيئا ولو شيئا يسيرا. ولكن لا ينبغي للمؤمن في الحقيقة أن يفرط في قيام الليل ولو بشيء قليل، وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ولكن كما ذكرنا أن أفضله وأعظمه وأقربه إلى الله في آخر الليل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.